وليدي وقتاش لحق الشلف؟ مازال بسم الله الحاجة دا وين دي مارينا؟ شحال مازال بكيلو؟ واحد المية وثمانين هكاك مش حاجة. مليح هيك إلا حقوا واحد المية هكدا كلنا. خيوش ما تقول لي ولي محينا هكدا يتشي مارانا فيد الشرع هكدا عندنا رخشة رانا مسافرين. شهر عليك تغيوش غير تلحق 100 كيلو كل ما تيسر خويا ما ترحمش. هكذا رانا في كلام ربي سبحانه. كيف هاد قيوش؟ الجنه واحد ما ينحي لنا رانا في الشرع. ان شاء الله يا سما ان شاء الله تصلوا المغرب فيش في الحاجه؟ ان شاء الله ان شاء الله نصليوا المغرب تما ونشوفوا صاحبنا هذا يسموه قدور القوشي تشفالهم قيوش. بيجي نشفالو. ترى هذا كان معنا في التوره هذا دار معنا القره في جبل ورقله الشامخات. ما شاء الله انا ديجا كي طلعتوا معايا باينين الله يبارك الحطاو والنور في وجهكم قلت هادو باينين كانوا مجاهدين وزيد رمضان يا رمضان التعب العطش والفشلة وزيد مسافرين تشوفوا في صاحبكم انتوما حبة قليلة. ايوا رمضان حنا يخلع على رمضان ديجا لحق بينا رمضان في القرة كيف يتغيوش اي كومو يا حشرة فرنسا بومباردي المدافع الرصاص وحنا حاكمين البازوكات على كتافنا ومن بعد قد المغرب شي تقنا حطوا البازوكات قلنا له ما كاش كيفاه يا خويا الوطن ثم الكرش صح وكانوا كيخلصوا لنا البازوكات ندورها شقلات كيخلصوا الشقلات ندورها ركلات يا محينك العدو يا محينك الخدود ديالو تنفخ من كثرة الضرب الله شو مقيوش الله أكبر الله أكبر عباك لحمي شوك أنا على باك كون مكنتش نتوما كون ماناش نتنعموا دركا ومانيش نسوق بهاد الكروسة أنا كاع يا وليدي حنا درنا الواجب فقط مقيوش كي لحقوا 100 كيلو قول لي باسكو حبيبي يبقى لحمو يتشوك على بالي إن شاء الله شكرا عليك دقيوش راني نعيش في الكونتر